اهلا وسهلا. كيف حالك؟ كيف حالك حبيبي؟ تفضل. شكرا. شو اللي جابك عندي كابتن ايوب؟ نجيب شو السر؟ قديش وقت عندك؟ باختصار بدنا تمسكوا تسلموا ابو احمد، القاتل هذا بلفلف على راحته وعمل منا ومنكم مضحكه. يعني بدكم ابو احمد؟ فكرتكم قتلتوه. يسلموا، ربنا يخلي لنا اياه. تفضل. شكرا. عفوا. تفضل. بعده عندكم هذا الجحش. تفضل. بيضغطوا علي كثير من فوق. بديش هذا الاشي يصير، بس إذا بتسلموناش إياه مش راح أقدر أوقفهم. وأول اشي راح يعملوه عشان يكسروك هو إنه راح يلغوا الموافقة على قرية أخوك السياحية، مش حرام؟